طيب حاله التباعد الاجتماعي دي اكيد انها هتسبب لبعض الاسر حاله من الذعر، وحاله ربما ان الناس اللي قاعده مع بعضها فتره طويله داخل البيت، واللي مش معتاده انها مثلا الست تقعد مع جوزها او الست تذاكر لاولادها، ويبقى في حاله من برضو المذاكره اونلاين او انها تتابع اولادها بصوره مستمره، من الممكن ان ده يسبب حالات اجتماعيه برضو غير معتاده. خلينا نطرح هذا السؤال على دكتوره هاله يسري، استاذ علم الاجتماع. مساء الخير يا دكتور. الخير، ازيك يا استاذه رانيا؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ اتمنى تكوني بخير. الحمد لله زي الفل، ونحمد ربنا ونشكر فضله على كل شيء. الحمد لله. طيب بعض الناس بقى بقت هي بتهزر كده، يعني انا جوزي قاعد معايا طول اليوم، احنا كده يا اما هنبدا بقى نكتشف بعض من جديد يا اما هتحصل حالات طلاق. حاله التباعد الاجتماعي مع الاصدقاء والتقارب الاجتماعي مع الاسره اللي مش معتاده انها تقعد مع بعضها فتره طويله، ده من الممكن ان يكون له شكل سلبي ولا ايجابي من وجهه نظر حضرتك؟ هو في الحقيقة الطريقة اللي احنا بنتعامل بيها هي اللي تدينا النتائج السلبية او الإيجابية. يعني لو احنا مستشرفين ان الفترة اللي هنقعدها مع بعض دي هتكون فترة جميلة، نساعد بعض، نشوف بعض بطريقة اكتر، وخاصة ان اعتدنا في الفترة الاخيرة ان احنا نسمع الشكوى من ان ما عنديش وقت، ما عنديش وقت اعمل اي حاجة. ففرصة ده الوقت المناسب اللي احنا نعمل فيه كل اللي احنا عايزينه. بس على فكرة أنا مش عايزة أسميها تباعد اجتماعي. ليه حضرتك؟ لأن بالفعل إحنا تقاربنا، ها؟ هي بس تباعد فيزيقي، بمعنى إن إحنا مش موجودين في مكان واحد مع بعض، ولكن ها هناك تواصل أكتر. ولو حضرتك شفتي عدد المسجز اللي بتتبعت من خلال الواتساب والفيسبوك هتلاقيها أعداد رهيبة، ده معناها إن في تواصل اجتماعي كبير، ها؟ ومش هو تباعد اجتماعي، ها؟ وخلينا دايما نبص لكل حاجة بنظرة تفاؤلية. ماذا فدنا فيروس الكورونا والوباء العالمي على المستوى؟ إيه فدنا بإيه؟ فدنا في الحقيقة كتير قوي، إن إحنا نلبس نظارة جديدة، نشوف الدنيا بشكل آخر، سواء على المستوى العالمي وسقوط الأساطير المرتبطة بالأغنياء وعظمتهم على حساب الفقراء، ونشوف الأساطير العظيمة اللي كانت منسوجة من فعل القوى العظمى والقوى المؤثرة لتقدم وعظمة الدول العظمى على حساب الدول الأقل تقدما، وحاجات كتير ده على المستوى العالمي. ولكن أيضا على المستوى الفردي احنا ابتدينا نبص لنفسنا اكتر، ابتدينا نحس بدفء الاسرة اكتر. صحيح ممكن ما بنقابلش اولادنا بالطريقة او بالدرجة اللي احنا نتمناها، ما بنشوفش اصدقاء بالطريقة اللي احنا نرتضيها، ولكن انا عايزه اقول لحضرتك في الفترة دي انا من خلال الفيسبوك ومن خلال الواتساب أنا اكتشفت صديقات كتير ليا جدا من المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، ما تتصوريش سعادتي بالقصة دي قد إيه. فإحنا ممكن ندور على إيجابيات تسعدنا في الفترة اللي يقال عليها التباعد واللي إحنا فعلا مش عايزينها. لا، خلينا نحول المحنة إلى منحة، المحنة والتباعد الاجتماعي دوت إلى فرصة، إزاي نقدر نتواصل مع غيرنا ونفيد الناس بحاجات عندنا ومش عندهم. طيب هل من الممكن ان يعني الاسلوب الجديد للحياه، وان الزوجه بتشوف زوجها فتره طويله وهي مش مهيئه نفسيا لكده، وطبعا الزوج بيطلب كتير وكده، هل من الممكن ده يؤثر يعني اجتماعيا على الاسر وبالتالي يؤدي الى تباعد اجتماعي بقى، وده اللي احنا مش عايزينه؟ يعني
لان في بعض الاسر نفسيا من كتر ما هم موجودين مع بعض الطلبات بتزيد، وكل ما هو قاعد الراجل بقى عايز ياكل وكده يعني في الاخر. عند حضرتك حق جدا. وعايز اقول لك انا اول يومين في الحظر سمعت جنبي وحواليا زعيق وخناق وضرب وحاجات كده مش تمام خالص، ولكن الدنيا هديت، اتعودوا على بعض. اتعودوا على بعض حضرتك، ها، واعتقد ان دي فرصه للي ما ابتداش من اول دقيقه في الزواج ان هم يحطوا قواعد للمشاركه، ملامح للمحبه، ملامح للتعاطف اكتر ما بينهم. شايفين مامي تعبانه وقاعده، لا اولادها يقوموا يساعدوها، زوجها يقوم يساعدها، لو عندهم الجده موجوده ها لا يرعوها مع ماما. يعني احنا عايزين نشوف شكل جميل يعكس الثقافه المصريه والحضاره المصريه الاصيله ودفء البيت المصري، وقد كده تعاطفنا ومحبتنا مع بعض ممكن تخلق اروع الاجواء. يجب ان ندرك ونحطها سلوجن، نحطها شعار. يجب ان نحول هذه المحنه الى نعمه، الى فرصه نقدر بها نستثمر في اولادنا ونستثمر في علاقتنا الاسريه بشكل اكثر كثير من اللي كان حاصل قبل هذه المنحه. طيب المحنه. طيب دكتور هالة، هل في علم الاجتماع بيتم الربط ما بين التاريخ، يعني تاريخ الأوبئة سابقا طبعا كان في أسلوب جديد للتعامل مع برضو اجتماعيا مع الأسر في الأوبئة السابقة، فهل من الممكن أن احنا في علم الاجتماع نستفيد مما حدث سابقا في هذه المرحلة؟ في الحقيقة الإجابة السريعة نعم. وكمان عايزة أقول لحضرتك احنا دخلنا في عصر التنمية المستدامة في سبتمبر 2015 لما أطلقت أهداف التنمية المستدامة 17 في نيويورك، في دلوقتي المنطقة اللي بتعاني شديد المعاناة من فيروس كورونا، وأطلقنا استراتيجية التنمية المستدامة وأطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016، وهي عبارة عن إن أنا بدمج كل عناصر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في استراتيجية وطنية. لذا الدولة المصرية كانت في حالة استباقية لمواجهة الأزمات والكوارث، وأكبرها ما نواجهه الآن من فيروس كورونا. لعل فعلا المكتسبات اللي حضرتك قلتيها اللي هي ان احنا عقدة الخواجة بتقل كتير، ان احنا الباسبور المصري اصبح له أهمية كبيرة جدا بالنسبة لكل مصري حاليا، وحتة ان احنا نرجع بقى تاني للجو الأسري، ان احنا كل يوم جمعة على الأقل نقعد مع بعض زي ما كان موجود زمان. يعني أيام جدتي كان ده لازم يوم عائلي، الناس كانت بتخرج فيه في هذا اليوم ويلتقوا خارجيا، فنرجع تاني للم شمل الأسرة. لعل هذه هي الإيجابيات الموجودة في الفترة الحالية وتؤثر إيجابيا إن شاء الله في المستقبل. أنا في الحقيقة أستاذة رانيا أشجع كل الناس على اتباع مجموعة من السلاسل والإجراءات الصحية والتعليمات الصحية كما أشارت وزارة الصحة في المصرية. لازم نتبع كل الإجراءات الوقائية، ويجب أن نبدع في المكافحة الاجتماعية لفيروس كورونا. أتمنى ذلك. أشكرك شكرا جزيلا دكتور هالة يوسري، أستاذ علم الاجتماع، على هذه الإيضاحات.